مساء الخير، اهلا بحضراتكم في مصر النهارده، حلقه الاربعاء 30 مارس 2011. النهارده كان يوم طويل وفي احداث كتيره قوي حصلت، وبالتالي الحلقه بتاعت النهارده هتكون دسمه جدا اكيد. لكن قبل ما نبتدي بالفقرات والمحتوى بتاع الحلقه بتاعنا النهارده، في حاجه مهمه جدا لازم نقولها. بالتالي حركوا اخذتوا بالكم اكيد، احنا زي ما كنا انا وريهام من 3 ايام كنا وجوه جديده على مصر النهارده، النهارده برضو معانا احد الوجوه الجديده. هي يمكن وجه جديد على مصر النهارده، لكن هي مش وجه جديد على التلفزيون خالص. هي مذيعه متميزه جدا، ابتدت مع التلفزيون، ابتدت صوره خلاص طلعت، لكن هي مذيعه ابتدت مع التلفزيون من زمان، مش من زمان قوي برضو. ابتدت مع النيل منوعات، وبعد كده راحت الفضائيه، راحت وبعد كده تلفزيون دبي لفتره، وهي اصلا ابتدت مع البيت بيتك اول لما ابتدى. ف مريم امين، ازيك يا مريم؟ ربنا يخليك يا باسل، ميرسي، ومساء الخير عليك، ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وبشكرك جدا على التقديمه دي. وما كانش ليها اي لزوم اصلا خالص، يعني لان كلنا في الاخر ولاد ماسبيرو، ولاد التلفزيون جوه وبره، يعني بنحاول دايما نكون صوره مشرفه ليه. والحقيقه ان انا كان المفروض اكون موجوده قبل كده، بس حصل دايما، كان دايما حظي مع لما كان البيت بيتك ومصر النهارده، كان دايما حظي في حاجه مش ظابطه، يعني انا مرتبطه بحاجه او الموضوع مش واضح قدامي. وحتى المره دي كمان كان حاصل سوء تفاهم، بس مشكورا استاذ ابراهيم العقباوي كلمني في التليفون امبارح، وتلبيه للدعوه الجميله اللي هو قدمها لي، وحل سوء التفاهم ببساطه جدا. فكان لازم اكون موجوده النهارده. ويعني انا بيتهيألي الفتره اللي احنا فيها دي مين بيقدم مش هو ده المهم، لان الحدث هو اكبر من اي حاجه واكبر من اي اسم. وصدقوني كلنا في الاخر بنحاول ان احنا نكون ادوات بتقدم الحدث اللي مصر بتعيشه على كافة المستويات. الحقيقة ما نقدرش نقول ان الفترة دي متعودين عليها او مرت علينا قبل كده. وانا بشكل خاص كنت بعيدة تماما عن السياسة، وبعدين لقيت انه لا، ده الاطفال دلوقتي في الشارع بيتكلموا سياسة. طب مصر فبقيت بقرا وبشوف وبحاول اجتهد عشان افهم قبل ما اعرف ان انا هبقى موجودة في البرنامج. فإن شاء الله يا رب نكون بننقل لكم صورة فيها مصداقية وشفافية، ونكون دايما عند حسن ظنكم بينا كبرنامج قوي متابع. على فكرة انت جه عليك فيدباك ما شاء الله ما شاء الله من أول يوم من بره كتير جدا. معرفش مصادرك ايه، بس أتمنى عندي قرايب عايشين بره كتير، فقالوا لي يعني قالوا لي لا فعلا بره وجوه. لا اللي جوه اكيد قالوا لك انت، اللي جوه اكيد قالوا لك انت يعني. وطبعا ريهام، وعشان اكون مبتديه بشكل صح جدا كمان، طبعا تامر البيت بيته، يعني تامر يعني ده الكبير بتاع الموضوع. خيري رمضان بقى، خيري رمضان الحقيقه انا كمان بشكل شخصي انا بدعوه، لانه الناس كلها حتى من قبل برضو ما نعرف مين جاي كوجوه جديده، كله بيتكلم عن خيري رمضان، انه محتاجينه جدا يكون معانا، وعايزينه جدا يرجع. وفعلا الناس شايلاله جدا كذا موقف ورا بعض، بانه مش عايز اجر لانه معتبر ان دي رساله. فانا بضم صوتي لصوت الناس دي كلها، واتمنى ان خيري يبقى موجود، لان انت من الاعمده الاساسيه في البرنامج. تمام، بتهيالي الناس دي كلها من الاعمده الاساسيه للبرنامج. طبعًا. واحنا جايين وريهام نكمل. طبعا 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 اكيد ريهام اكيد احنا جايين نكمل المشوار، وجايين نبقى اضافه طبعا لو عرفنا نبقى اضافه، واتمنى ان احنا نكون برضو ضيوف خفاف عليكم. بتهيالي نبتدي بقى بالنهارده. النهارده كان يوم طويل زي ما قلت، ابتدى بحاجه مهمه جدا، وده اللي خلى اليوم مهم جدا. النهارده كان في الاعلان الدستوري، طبعا سياده اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، خرج النهارده واعلن الاعلان الدستوري، او طلع الاعلان الدستوري اللي بموجبه هم 62 ماده اللي بموجبهم ان شاء الله مصر هتمشي في اتجاه الحياه السياسيه، المفروض هتترسم الحياه السياسيه، المشهد السياسي كله في الفتره الجايه هيترسم بناء على الاعلان الدستوري. طبعا الاعلان الدستوري يمكن في ناس بتتساءل ايه هو الاعلان الدستوري؟ الاعلان الدستوري هي مواد اساسيه بيتنظم بيها الفتره الجايه كلها، من انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى الى تشكيل لجنه تاسيسيه المفروض انها تعمل الدستور اللي مصر هتمشي بعد كده عليه فتره طويله جدا ان شاء الله يعني. وبرده بموجبه
هتتم الانتخابات الرئاسية اللي جاية بإذن الله. الحقيقة ان هو كمان اعلن في الموضوع ده وفي بداية كلامه ان هم في مبادئ فوق الدستورية، يعني وكأنها البنية الأساسية لأي دستور ممكن يتحط. بيضمن طبعا شكل الدولة، الوحدة الوطنية، ست قانون، استقلال القضاء، التعددات الحزبية. الحقيقة شكل الحياة في مصر أكيد لازم يكون مختلف بعد الفترة اللي احنا مرينا بيها. دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة، الإسلام دين الدولة، السيادة للشعب، الأحزاب ليست على أساس ديني، ودي كانت محل جدل كبير جدا في الفترة اللي فاتت. وطبعا حق الحرية، العقيدة، الرأي، الصحافة، سيادة القانون. والحقيقة أنه طبعا أوضح بشكل كبير جدا أنه وانس أنه مجلس الشعب أو مجلس الشورى هيكونوا موجودين، فإذا اختصاصاتهم بتروح لهم، يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائم بالأعمال دي إلى أن تشكل هذه الجهات، إلى أن كمان يسلم لرئيس الجمهورية القادم بإذن الله. تمام. الحاجة الثانية بقى المهمة اللي حصلت كانت تقريبا حوالي بعديها بحوالي 3 ساعات، كان في أول جلسة للحوار الوطني النهاردة عقدت في مجلس الوزراء. أهمية جلسة الحوار الوطني دي اللي هي هتمتد لحد 10 أبريل إن شاء الله، حوالي 5 جلسات، يعني تقريبا جلسة تقريبا كل يومين. أهميتها إن هم الناس المشتركين في الجلسة دي أو في الحوار الوطني هيشكلوا عقد اجتماعي جديد. العقد الاجتماعي الجديد ده هو اللي هيحدد دور الحكومه ومهام الشعب في الفتره الجايه، علاقه الاثنين ببعض. طبعا كان في عقد اجتماعي قديم قبل الثوره، وعشان العقد الاجتماعي القديم ده ما كانش ينفع وعشان فشل قامت الثوره، وبعد كده بقى في دعوه لعقد اجتماعي جديد اللي هو برضو على اساسه هتتشكل الحياه السياسيه والاجتماعيه في الفتره اللي جايه. فده هيبقى دي هتبقى الاسئله اللي هنطرحها في الفقره الاولانيه، وطبعا هينضم لنا عشان يجاوبوا على الاسئله دي الكاتب الصحفي سليمان جوده واستاذ سحر الطويله مقرر الحوار الوطني والدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه بالاهرام. هو الحقيقه ان العقد ده الجديد اللي احنا بنتكلم عنه هيصيغ علاقه جديده جدا جدا بين الشعب ومرؤوسيه، او بشكل اخر ما كانش في حوار بمعنى الحوار في الفتره اللي فاتت، يعني الناس ما كانتش عارفه تروح لمين وتعبر عن رايها ازاي. والحقيقه انه رئيس مجلس الوزراء حريص جدا 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 ان هو يعرف احتياجات المواطن العادي وعن قرب، بس كان ليه طلب ان احنا نلتزم الهدوء، وفي ناس متخوفه ان احنا لو عملنا جلسه او اتنين في الاسبوع طب ما ممكن تقلب مكلمه زي ما الناس بتقول. فاحنا عايزين بس يكون عندنا كمان حرفيه الحوار، نحدد النقاط الاساسيه، ما نبقاش بنتكلم عمال على بطال عشان ما تقلبش زي جلسات مجلس الشعب اللي كنا بنلاقي ان نوابه نايمين فيه بشكل كبير جدا. عايزين نتكلم وعايزين نوصل صوتنا، بس خلينا نقول برقي وبتحضر، انه ما يبقاش حوار اديني رايح الحوار اشوف هيقولوا ايه النهارده، لانه في ناس كتير جدا فعلا عايزه حياتنا تمشي، عايزه البلد تمشي، واحنا محتاجين ده جدا جدا جدا. انا في حاجه بتلفت نظري قوي انه كل الناس فاكره انه حصل ثوره انا بكره كل حاجه خلاص اتظبطت. طب ازاي؟ وبحجم مصر الكبير ده وبحجم الحاجات اللي احنا شفناها سواء ايجابيه او سلبيه في الفتره اللي فاتت، خدوا نفس كده وكل حاجة هتبقى بخير لو احنا تفائلنا بس، ولو عرفنا نتكلم مع بعض مش اكتر ولا اقل. تالي والله يا مريم، انا احد الجوانب الموضوع ده ان النهاردة لما اتفرجنا كان في شفافية كبيرة جدا، بتالي قررت قبل ما الجلسة تعقد ان الجلسة دي هتذاع على قناة النيل، وفعلا اذاعت الجلسة واتفرجنا على المشتركين في الحوار وهما بيتكلموا، وبتالي كان الحوار كان ايجابي جدا، وبتهيألي ان هو هيتبني على اساسه الجلسات اللي جايه، والنتائج بتهيألي ان هي يعني شكلها من الاول ان شاء الله مشجعه جدا ان شاء الله، وبتهيألي ان ده يعني حاجه برضو مشجعه لحوارات وطنيه اخرى من انواع مختلفه متخصصه اكتر، يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه نبتدي بس ونشوف وعلى نفس خلينا نقول كل حاجه ماشيه بالتوازي كده. في نفس الوقت اللي كان فيه الاعلان الدستوري وايضا الحوار الوطني النهارده كان في ايضا اعتصامات، بس اعتصامات من نوع اخر، اعتصامات من النوع اللي بيوجع القلب شويه، لانه في ام بتحافظ على ابنها وفي اب عايز يشوف ابنه. طبعا حضراتكم عارفين قانون الرؤيه اللي صدر سنه 2000 كان محدد ده قرار الرؤيه بدل قانون الرؤيه اللي هو ده قديم قوي. بالظبط، كان المفروض محدد انه الاب ممكن ان هو في فتره الحضانه للام او في فتره معينه انه يشوف ابنه او بنته لمده 3 ساعات في مكان محايد، نادي او غيره من الاماكن.
طبعا النهارده كان في اعتصامات عند مجلس الوزراء، وكانت الامهات بتنادي بانه هي خايفه. والحقيقه انه الطرفين لما تسمعوهم ما تبقوش عارفين تاخدوا صف مين. الام بتقول انا بربي 5 ايام في الاسبوع، بذاكر وبكبر وبعلم وبودي المدارس وباخد من جهدي وبشتغل كمان. يعني الام عندها دلوقتي دورين، وطبعا الحياه الاقتصاديه لازم كل ام تكون عامله طبعا. فالام بتقول انا من حقي انه انا ما بقاش البعبع، ما انت هتيجي تاخده في الاجازه، خصوصا ان هم الاباء بيطالبوا انه الساعات تزيد من 3 ساعات في الاجازه الى 48 ساعه. فهيبقى دايما الام مصدر ان هي ذاكر كل، مفيش خروج، مفيش تلفزيون، مفيش مفيش مفيش. ده الجانب الخفيف اللي في الموضوع. والاب هيبقى اللي بيخرج واللي بيفسح واللي بيشتري وكل حاجه. ناهيك بقى عن حاجات تانية، انه يمكن الام بتبقى في الفترة الاولانية دي دايما الابن يعني لازم يكون مع مامته، هي بتاخد يعني دي غريزة ودي بالفطرة يعني. وبالتالي حاجة يعني مفروغ منها، يعني حاجة اتعودنا عليها وحاجة في غريزة البني ادمين. يعني مثالي صعب نقول ان الاباء كمان ما عندهمش حق، ده جزئية تانية بتهيالي ان الاباء عندهم حق. والاباء بيشتكوا من ان يعني بتهيالي الناس كانت بتربط ما بين قضية المرأة والموضوع السياسه، يقول لك ده لكن هي امتالي موضوع المراه مش علاقه بالسياسه. الكروت مختلطه ببعض في الفتره اللي فاتت، فاحنا عايزين نفصل ما بين السياسه وحقوق المراه وحقوق الاباء. احنا عايزين حق ربنا في الموضوع في الاول وفي الاخر، ومصلحه الولاد، لانه سنهم فعلا في الاول بيكون مهم جدا. انه ده لما بيحصل خناقه في البيت الاولاد بيتاثروا بيها، ما بالكم لما بيكون في طلاق وفي نزاع بالمنظر ده، وانزل اشوف ابويا في نادي لمده 3 ساعات وامي قاعده لي زي العسكر. يعني الوضع صعب، صعب جدا ان هو يفضل مكمل بالطريقه دي. فهنشوف النهارده يعني معانا ضيوف طبعا هيشرفونا، وهنتكلم اكتر عن الموضوع ده ونسمع الناحيتين ان شاء الله. دي هتبقى فقرتنا الثانيه الثانيه تمام. فاصل ونرجع نشوف ايه اللي حصل في مصر النهارده.